حاولنا نعمل دورات بعد الدورة التصنيفية، ودورات هي عبارة عن دورات دورة السلام هاي، ودور قبل منها دورة المحبة، هي عبارة عن لقاء بين المحبة، لقاءات محبة ود بين الأندية، ونفس الوقت هي عبارة عن صقل وتهيئة للدوري العام اللي راح يبلش إن شاء الله بشباب. وإن شاء الله الدورات عملت فاعلية كويسة كتير وعطت نتائج ممتازة جدا، وارتفع مستوى الفرق ونسب مستوى الأندية من الصفر لدرجات كتير كويسة يعني. اليوم ضمن بطولة ربع نهائي ضمن أحد البطولات لكرة الطائرة، أنا كمتابع كرة قدم يعني بحب تابع أيضا بقية الألعاب. اليوم أجيت لتابع المباراة، مثل ما ملاقين فريق سرمدة وفريق الدانة بيمتلكوا العديد من اللاعبين. اليوم أنا لاحظت كجمهور أنه أيضا لدينا مواهب في بقية الألعاب، ليس فقط في كرة القدم كما لاحظت مسبقا، إنما لدينا في جميع الألعاب، في كرة اليد، في كرة هذه الصالة تصلح لأن تكون كرة يد وكرة سلة. العديد من الرياضيين الموجودين هون عم بحب أتعرف عليهم، نتعرف على لعبة جديدة، قوانين تحكيم جديدة، هذا الشيء بيسبب الألفة والمحبة، لأن الرياضة هي سفيرة أخلاق، سفيرة محبة بين دول العالم جميعها. أنا كرياضي بحب أتعلم كل يوم شيء جديد، اليوم بكرة الطائرة، غدا قد تراني في ملعب في مسابقة لكرة اليد وهكذا.